اهلا بكم في قناه تعليم الرسم 3D. زي ما حضراتكم شايفين الخلفيه اللي ورايا ديت ديكور جميل جدا، مناسب في الصاله، وممكن كمان في اوضه النوم، ممكن كمان في الصاله، وممكن كمان في مدخل البيت. قبل ما ابدا ان شاء الله اوريكم طريقه التنفيذ، ما تنسوش تعملنا باللايك والشير واشتراك في القناه. تمام، معانا طريقه التنفيذ خطوه بخطوه. زي ما حضراتكم شايفين ده قلم بيتباع في المكاتب ب 6 جنيه او مش عارف ب 7 جنيه. زي ما حضراتكم شايفين معايا خشبه 2 متر وقسمتها متر وهنا متر، وناخذ خط في المنتصف زي ما حضراتكم شايفين كده هنا 2 متر وهنا 2 متر، وقسمت النص زي ما حضراتكم شايفين كده، وناخذ خط بالطول تحت زي ما حضراتكم شايفين، وعن يمين نفس النظام هناخد خط برضك زي ما حضراتكم شايفين كده. زي ما حضراتكم شايفين قبل بالنسبة للمقاسات 2 سنتي، 3 سنتي، 4 سنتي، 5 سنتي، 6 سنتي، 7 سنتي، 8 سنتي، 9 سنتي، 10 سنتي، 11 سنتي، 12 سنتي، 13 سنتي، 14 سنتي، 15 سنتي، 16 سنتي. ان احنا عملناه عن الشمال هيتعمل نفس النظام عن اليمين زي ما حضراتكم شايفين. اهو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وهكذا. بعد كده نبدأ نعمل الدوائر زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة، دي أنا عملتها على إيدي عادي. بعد كده هنجيب المسمار، مسمار عادي، وخيط والقلم، ده أنا معندكم. ونجيب المسمار ونحطه في النص المنتصف ونعمل الدوائر زي ما حضراتكم شايفين. أنا عملتها بالقلم المصاص بس بعيد عليها تاني بالقلم عشان اوري لحضراتكم. تمام، هنبدا نعمل الدوائر مع بعضينا واحده واحده وخطوه خطوه. الطريقه سهله جدا ما فيهاش اي صعوبه، بس بالله عليكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه، طبعا الدوائر الصغيره دي مش عارف اجيبها بالخيط، فانا عملتها على ايدي. تمام، بعد كده هنعمل بالخيط الدوائر اللي هي الواسعة دي زي ما حضراتكم شايفين. انا كنت عاملها بالقلم الرصاص بس بعيد عنها تاني بالقلم اللي ندوكو عشان اوري حضراتكم. الديكور طبعا ده جميل جدا، مناسب في غرف النوم، وممكن في الصالة، وممكن في المدخل البيت، وممكن في البلكونة. الديكور جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين، طريقة سهلة جدا ما فيهاش اي صعوبة حضرات، مع بعضينا واحدة واحدة وخطوة خطوة. ولو في اي حد عايز يعمل اي رسم 3D يبعتها لي في المنتدى او صفحة او على الصفحة بتاعتي في الفيسبوك، هسيب لكم الرابط في اسفل الفيديو في صندوق الوصف. لو في اي حد عايز يعمل اي رسمه يسيبها لنا في المنتدى او في الفيسبوك، هسيب لكم رابط في صندوق الوصف. زي ما حضراتكم شايفين حضرتك بقى من دايره نص نص زي ما حضراتكم شايفين. انا ما ينفعش اخدها مره واحده دايره مره واحده عشان ايه، اهي. بعد كده نكمل الاتجاه التاني، هنعمل على اليمين، نعمل الاتجاه التاني اللي هو الشمال، ونبدا نوصل الدوائر ديت زي ما حضراتكم شايفين مع بعضينا واحده واحده وخطوه خطوه زي ما حضراتكم شايفين حضرات. هنوصل الدوائر كلها مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا بعمل بالشمال يعني غصب عني يعني عشان اوصل بس لحضراتكم الفكره والطريقه ازاي. طبعا انا مش متملك عشان بعمل بالشمال، طبعا لازم يكون في حد معاك ماسك الخيط من الطرف وانت تلف باليمين. طبعا انا مش متملك كويس جدا، بعمل بالشمال. ونبدا نوصل زي ما حضراتكم شايفين. الديكور سهل جدا ما فيهوش اي صعوبه يا جماعه، تابع معايا نفس الخطوات ونفس الطريقه، زي بتلاقي الديكور سهل جدا ما فيهوش اي صعوبه. تمام، زي ما حضراتكم شايفين
بس بالله عليكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة. زي ما حضراتكم شايفين يا حبيبات، خلصنا الدوائر كلها اهيت، هنيجي بقى نعمل ايه؟ خطوط بالعرض في المنتصف. زي ما حضراتكم شايفين، زي ما حضراتكم شايفين بنوصل اهو بالخط بالعرض. زي ما حضراتكم شايفين هنكمل الخطوط بردك اللي فوق ديت لحد الايه المنتصف، هنعمل خطوط بالعرض لحد ما نخلص اخر درجة، اخر طول السلم. تمام. بعد كده هنعمل خط بالطول زي ما حضراتكم شايفين، هنخلص ان هو خطوط اللي بالعرض ديت. بعد كده هنعمل خط في الزاوية بالطول زي ما حضراتكم شايفين، زي ما عملت تحت كده هنعمل فوق زي ما حضراتكم شايفين. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة، هنعمل خط بالطول برضك زي ما عملنا تحت هنعمل فوق. بعد كده عملت ايه؟ انا مسحت كل الدوائر، الخط اللي في النص دوت مسحته، والخط اللي هو كنا عامله بايه بالطول اللي تحت مسحته. بعد كده مرحلة الدائن، هنعمل واحدة ونسيب واحدة، هنعمل واحدة واسيب واحدة زي ما حضراتكم شايفين. هيبقى كله نفس النظام ده، هنلون دايرة ونسيب دايرة، نلون دايرة ونسيب دايرة زي ما حضراتكم شايفين. اما الخط اللي في النص دوت انا مسحته، والخط اللي انا عملته انا عامله زي المثلث ده نقول المدرجات انا شلته زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل واحده ونسيب واحده زي ما حضراتكم شايفين حضرات. طبعا اما بالنسبه للون هي كانت معموله ابيض واسود في الصوره. طبعا الديكور اللي يناسب حضرتك حضراتكم، يعني عايز تعمل اي لون يرجع لكم انتم زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل واحده ونسيب واحده، ديكور جميل جدا ما فيهوش اي صباح حضارة زي ما حضراتكم شايفين. بس بالله عليكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. ولو في اي حد عايز اي رسمة يبعتها لي على المنتدى او على الفيسبوك، واسيب لكم الرابط في صندوق الوصف زي ما حضراتكم شايفين حضرات. طبعا لو مش عارف ترسم طبعا تحكم، ممكن تلمنا بالشريط اللاصق مكان الخطوط دي، تلمنا باللزق لزق التيب عشان ما تطلعش بره الخط. تمام. زي ما حضراتكم شايفين اهيت الديكور بدأ يظهر، بقى شكله جميل جدا. ده 3D ثلاثي الأبعاد، خدع بصري هو دوت يا جماعة. بس بالله عليكم متنسوش تعملونا باللايك والشير والاشتراك في القناة، ومشاهدة ممتعة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في فيديو جديد إن شاء الله.